واحدة كاتبة بوست النهاردة بتقول فيه إن هي حطت الشاي تغلي الشاي يعني ونسيت، فباباها قال لها المية غليت، فقالت له بقت بكام؟ يا عيني هي عندها تروما الأسعار يعني. قالت له بقت بكام؟ قال لها لا قصدي المية اللي على البوتاجاز. سوري. حقيقة أنا ما كنتش أحب أتكلم عن الراجل اللي هتكلم عنه دلوقتي ده، لأنه بيني كان بيني وبينه علاقة، أو بيني وبينه صداقة. لأنه في الآخر الحقيقة وشفته وعصرته أيام الكحرطة أنا وهو، وشفته وعصرته وعشنا سوا أيام طويلة، وشفته وعصرته وجاي لسه خام كده أبيض نقي جدا، ما تعرفش إيه اللي حصل. إعلام السيسي اللي مشغله عباس كامل أو الشهير بالعميل الملاك على مدار اليومين اللي فاتوا بيقدم عروض في تبرير الواقع المنيل اللي وصلوا المصريين. القصة ما بقتش مواجهة الإعلام المعادي للسيسي اللي هو احنا الخونة الجواسيس اللي عايزين يهدوا البلد. النهاردة السيسي وإعلامه ونظامه والأراضيش اللي وراه بيواجهوا الشعب كله. القصة بقت مواجهة الشعب المصري الغاضب من الفقر والغلا. قرص الطعمية في الأرياف بقى باتنين جنيه، في المدن الكبيرة بقى باربعة وخمسة جنيه. طبق الكشري اللي كنت بتاكله كده وصل النهاردة، الناس كانت بتقولي في اللايف وصل من 25 لحد 60 وطالع و70 أحيانا. إعلام السامسونج بيخوض المعركة دي ضد الشعب مباشرة بعد ما القرص وصل لخمسة جنيه، وسندوتش الفول بقى تقريبا بتسعة جنيه. النهاردة السيسي وإعلامه بيكلموا الشعب بقى، المعركة بقاش فيها أدوار، كل واحد بيقدم نفسه، كل واحد بيقدم نفس العرض. بس هو العرض له كام سكريبت كده، سكريبت بلاش يأس خليه على جنب، سكريبت اللي هيتكلم هنوديه في داهية ده خليه على جنب، ما فيش سكريبت اصبره. في بقى سكريبت تاني التمني والأماني، في سكريبت ان عمي اللي في البرازيل اتقتل وورثت عنه 20 مليار. ناخد سكريبت اليأس، اليأس اللي هو اليأس خيانة. فطالع الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال كاتب بيقول وفي مثل تلك الأيام والليالي الداعي لليأس والخائن هو والخائن سواء بسواء. عبد الرحيم كمال عشرة طويلة قوي، عشرة قوي يعني. من امتى عبد الرحيم؟ وانا ما كنتش احب اتكلم عنك بصراحة يعني، ليك اعمال عظيمة في الدراما كلنا بنحبها، لكن يا عبد الرحيم من امتى الداعي لليأس هو والخائن سواء بسواء؟ يعني هل يستوي عندك يا عبد الرحيم اللي باع الجزر باللي قاعد يائس لانه مش لاقي ياكل؟ هل يستوي عندك اللي بنى قصور من الديون زي اللي قاعد بياكل من الزباله؟ هل يستوي عندك اللي وقع على سد النهضه وباع النيل زي اللي قاعد مش لاقي ياكل عياله؟ هل يستوي عندك اللي وقفنا نتفرج زي الولاية على اللي بيحصل في غزة زي اللي قاعد دلوقتي مش عارف يجيب لعياله منين الفلوس الدروس والأكل والشرب والمدارس؟ هل يستوي عندك اللي بقى حليف استراتيجي لإسرائيل بواحد مهندس مش لاقي وظائف وعايز يتوظف في أي حتة ويسيب مصر؟ دول بيستوي عندك الاتنين؟ هل يستوي عندك واحد صدقك أنت عبد الرحيم والسيسي اللي انت بتحبه صدقك العمر ده كله 10 سنين وطلع في الاخر السيسي كذاب بعد ما قال للمصريين ده انتوا نور عينينا وبكره تشوفوا مصر واصبروا معايا سنتين وست شهور وسنه وثلاثين ستة عشرين عشرين دوله جديده؟ هل يستوي ده واحد صدقكم وفي الاخر طلعتوا كذابين بواحد بالكذاب نفسه اللي كذب؟ من امتى عبد الرحيم؟
حتى اليأس، حتى اليأس خلاص وصلتوا للخيانة. كان الأول شوف يا أخي مصطلح الخيانة تدرج عندهم إزاي. الأول كان الإخوان خونة، والقنوات اللي بره خاينة، والمصريين هم. الأول كان إحنا شعب وإنتوا شعب، دلوقتي الشعب بتاعهم بقى اليائس فيه خاين. حصار المصريين بالعطش والديون مش خيانة، التفريط في الأرض والمية والغاز مش خيانة، الكذب 10 سنين واللعب بأحلام الناس مش خيانة، لكن الشكوى من الأوضاع الاقتصادية هي اللي بقت خيانة. وطلعت عزة مصطفى تشيد بكلام الكاتب عبد الرحيم كمال وتغني على نفس اللحن. اسمع بيه. هو والخاين سواء بسواء. أبني على هذه التويتة، لأنه الحقيقة أنه الهجوم على الدولة المصرية وعلى مؤسساتها، سواء المؤسسة الرئاسية أو أجهزة الدولة، هجوم غير مسبوق في تاريخ مصر. مجاهدي الفيسبوك والقنوات لأحباط الشعب المصري غير مسبوق، سواء من الداخل للأسف أو من الخارج. وده لازم نتوقف عنده ولازم نفكر، هو إيه كمية الهجوم دي وليه؟ وإيه ذنب الدولة في حاجات كتير؟ هو إحنا أول دولة تمر بظروف صعبة؟ ولا إحنا أول مرة نمر بظروف صعبة؟ ياما مرينا بأسوأ من كده وعدت. في إيه يا جماعة؟ ما ينفعش. في يا جماعة أول مرة تشوفوا كدابين؟ الست دي نفسها تحاكم بتهمة الكذب، تهمة الكذب على الشعب المصري، لأنها دي روجت لكل مشاريع السيسي الكذابة. دي ساهمت في نشر الامل الكاذب للشعب المصري، الست دي نفسها. قلت لك في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ صوتي تخين شويه؟ معلش، في ايه؟ في ايه؟ ما تجمدوا شويه عن كده. ما احنا قاعدين بنشرب سجاير، بنلف الحصر نعملها سجاير ورق جرايد، ايه المشكله يعني؟ الست دي نفسها لو رجعت فيديوهاتها من 10 سنين تلاقيها كانت مروجه لاكاذيب السيسي، كانت بتتلاعب باحلام الفقراء المصريين. النهارده تقول لك في ايه يا جماعه؟ معادي. انا هقول لك ليه بقى عبد الرحيم بيدافع ويقول لك الداعي للياس هو الخائن سواء. لانه افكرك ان من دعاة الامل دول، الامل الكاذب لمؤاخذه، خدوه من السيسي اللي عمل مداخله مع عبد الرحيم كمال مع عزه كمال، ولا عزه اسمها ايه دي، عزه مصطفى. افكرك ليه السيسي، ليه عبد الرحيم بيدافع عن السيسي؟ استاذ عبد الرحيم وحضرتك يعني كان بيدعوني لل ان انا يعني اولا اشكرك على الكلام الرائع ده وعلى الشخصيه الرائعه اللي تتحدث بشكل الحقيقه يعكس يعني حجم من المعرفه وحجم من الرقي الفكري والثقافي. بقول له عايز اقول لك ايه، جهز اللي انت عايزه وانا معاك يا فندم. يعني ألف شكر والله، دي ثقتنا في حضرتك ودي ثقتنا في رؤيتك. شفت بقى عبد الرحيم ليه بيقول لك الداعي لليأس في هذه الأيام، الداعي لليأس هو والخائن سواء؟ لأنه لا يرى السيسي خائن، هو مش شايفه خائن يا فندم. عبد الرحيم كمال، عبد الرحيم كمال صاحب المقولة الشهيرة لي أنا، والله ما بتهون غير على الفقير. عبد الرحيم كمال الحقيقة يعني الراجل عصامي وكاتب موهوب وصنع نفسه وكان مبشر بالأمل، لكن ماذا تنتظر من واحد دخل في النسيج ده خلاص خلصت. وأنا قلت له على قناتي عبد الرحيم، كافكا وجورج برنارد شو وألبير كامي والناس دي، الناس دي كتاب كبار، أنت مش هتيجي زيهم خالص أصلا، يعني أنت بعيد عن القصة دي خالص، أنت خليك أنت في المسلسلات. لكن الناس دي كان عندها موقف، ألبير كامي ده انضم للمقاومة في الجزائر. الناس دي كان عندها موقف من بلادها. الناس دي كان عندها موقف مع الشعوب مش مع الأنظمة. عشان كده الناس دي كانت وستظل خالدة. حتى أسامة أنور عكاشة الكاتب العظيم المصري كان لديه موقف عظيم محترم،
كان منحاز للشعب مش لنظام. والكاتب إذا انحاز لنظام زي الشيخ إذا انحاز لنظام أصبح أجير عنده، يرى ما يراه النظام، فده بقى كاتب النظام لا يقل عن أي عن مصطفى بكري. فبنلعب بقى على فكرة بلاش يأس يا جماعة وعادي وفي المعادي وحرك شفايفك عشان أنا مش شايفك وليه بتعمل كده، يأس إيه اللي بتتكلم عنه، لحن الأمل الكاذب والروح المعنوية غنى عليه بقى الكاتب الصحفي محمد أمين أو محمد أمين اللي قال لك ما ينفعش نسيب الشعب يحبط الروح المعنوية للشعب، بناء الروح المعنوية. ما طبعا بيدافع عن مشروعهم، رأي الجمهور مهم لكن حين يكون بشكل موضوعي، لأن التشاؤم لا يحل أي قضية وربما يتعبني نفسيا. لا تتصور عزيز القارئ أن الكتابات السلبية تسعدني، بالعكس فهي تؤلمني للغاية، بتوجعني في حتة يعني، وربما تضعف المناعة عندي، وضعف المناعة ليس في مصلحتي ولا مصلحة الوطن. يعني عزيز الشعب عايز تتألم اتألم وانت ساكت. لما تنزل تلاقي قرص الطعمية بأربعة وبخمسة جنيه اتألم وانت ساكت ما تتكلمش. لما تلاقي طبق الكشري من 25 لستين وسبعين ما فيش داعي تتكلم. لما الأسعار كل يوم هي في شأن ما تلقش دعوة، اتعامل عنه عادي. ايه أول مرة يعني؟ أول مرة نشتري الطعمية بخمسة جنيه القرص، مش هنتكلم على البيض بقى. احنا زمان كنا بنتكلم على اللحمة، الناس هجرت اللحمة وهجرت الفراخ ووصلت انها أكلت رجلين الفراخ. النهاردة حتى الأكل الفقيري الفول والطعمية بقت الناس بتقدرش طوله. وطلع هو قال لك من زمان، يا راجل بص شوف اللوحة دي، أنا لقيت البص ده كده عندي، يا حلاوة يا أولاد الأرنبيط بقى بالكيلو مش بالواحدة. تخيل تخيل الأرنبيط بقى بالكيلو مش بالواحدة. أنت كنت بتجيب الأرنبيط ده عشان تتمسح في الفراخ البنيه، يعني كنت يعني بتتشاكل كده مع عشان تقلي لك واحده في حته زيت كده تحس انها فرخه مش ارنبيط، حاجه كده ميكس ما بين الفرخه والمحشي. تخيل سندوتش الفول لو عليه شويه بطاطس كده وحاجات كده ب 10 جنيه سندوتش الفول، ويقول لك الامل. ده اللحن الاول. اللحن الثاني بقى التفاؤل، الروح المعنوية. ما هو الشعب دلوقتي وقع، مش القنوات، إنما الشعب وقع. نعمل إيه بقى؟ نديله جرعة تفاؤل. وطبعا يا حضرات الخاين يدخل السجن، ده كان اللحن بتاع السامسونج اللي عزفه وش البدنجانة أحمد موسى. اسمع علي، بزور دول عربية شقيقة كثيرا، لما بزورهم ممكن مواطن عنده أسعار غالية في بلده ودول غنية فيفضفض معاك. طب انتوا بتقولوا ده على المواقع؟ قال لك لا يمكن. قال لك مين اللي يقول ده؟ أقدر أكتب على تويتر ولا إكس ولا فيسبوك إنه عندي سعر لتر البنزين زاد كام ولا أسعار غليت كذا؟ قال لي يجيبوني من البيت. بديكوا حاجة بسيطة، ما بالك حد يطلع على الإعلام يتكلم كده؟ ده اللحن، إنه يعني بزور بلاد عربية كتير ويقولوا لي لو اتكلم بس ده اللحن، لكن مخش السجن، اللي اتكلم دخلوا السجن. في لحن بقى تاني خالص، تالت بقى، بعيد عن التخوين والحبس وإنه الحاجات دي، في لحن بقى الأمنيات. لحن بقى هتفرج قريب، وفي عمي في البرازيل مات واتضرب طلقة وهو ماشي، ففي 20 مليار جنيه جايين في دولار جايين في الطريق. وده لحن لعب عليه عماد الدين حسين مقروءا، نشأة الديهي مسموعا، مصطفى بكري مسموعا ومرئيا. العب. طبعا الكلام ده الحقيقة كلام مهم جدا، كلام بيشرح الأزمة،
كلام بيتكلم ليه احنا وصلنا للمرحله دي. كلام بيقول ان في اطراف عديده شريكه في هذه الازمه، وفي نفس الوقت معلومات مهمه انه خلال اسابيع ان شاء الله قبل ابريل 2014 زي ما قلت لكم قبل كده هيضخ في البنك المركزي مبلغ ضخم، وسيكون البنك المركزي مسؤول عن هذه السيولة والقضاء على السوق الموازي، ومن ثم بالتأكيد بعدها هنشوف انخفاض في حجم التضخم العالي اللي واصل أكثر من 35% أظن دلوقتي. جيد، ومن مصدر أو من مصادر عليمة بين قوسين، خلال أسابيع قليلة إن شاء الله، خلال الأسابيع قليلة سيكون هناك عائد دولاري ضخم داخل البنك المركزي. مش بقول كلام يعني نوع من ان انا بعمل يعني محاوله لتهديد، لا 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 لا، انا ما عنديش الكلام ده، انا عندي معلومه مؤكده من مصادر مسؤوله انه خلال اسابيع قليله سيكون هناك عائد دولاري يعني رقم ضخم يعني لن يقل عن 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري. كده في 20 مليون دولار هيهبطوا من السماء، 20 مليار دولار هينزلوا من السماء بالراحة على الناس، بالراحة على الناس، عيب، الناس استوت. عشان كده أنا مع عمرو أديب بصراحة، أول مرة أتفق مع عمرو أديب. قال لهم إيه بقى؟ بقالي يومين بسمع كلام لمصادر مطلعة أنه هيحدث انفراجة كبيرة بالنسبة للدولار، أنا على قلبي زي العسل الكلام ده، يا رب البلد تتملي دولارات، لكن كونوا حريصين في استخدام أداة التبشير، لأنه في حال لم يحدث هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة. بالراحة على الناس، بالراحة، انتوا كدبتوا، ده انتوا كدبتوا كدب قبل كده كتير قوي، كدب كتير قوي. أسمعك الراجل ده اللي صدقك يا عبد الفتاح، اسمع الراجل ده ليه؟ أنا واحد من الناس اللي نبلوا انتخابوك في أول ولاية حضرتك، وكنت بدافع عنك باستماتة، ولما حد بيجي بيتكلم أقول لهم ده العناية الإلهية اللي بعتت لنا الرئيس دوت علشان يخلصنا من إخوان المسلمين وأرابهم، وكنا هنبقى زي السودان وغيرها. ولما حد بيقول لي حكم عسكري اقول له هو الشعب المصري ما يمشيش الا بحكم عسكري. وبعدين يا ريس كان كل حد يقول لي اسعار والحاجه بتغلى، ارد عليهم واقول لهم هو انت لما بتزرع شجره بتاكل منها ثاني يوم ولا بتستنى عليها اقل حاجه سنه او سنتين على ما تاكل الثمار؟ دلوقتي يا ريس انت خذلتنا، اول ما طلعت قلت انتوا ناسيين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ نزلنا فوضناك لما قلت الارهاب المحتمل، لانك انت يا ريس كذبت علينا ولا لبستنا في الحيط. يا ريس مفيش حد بيسمع كلامك وبيصدقه دلوقتي عشان انت كذبت علينا، ومفيش رئيس بيفهم في كل حاجه، اما المستشارين اللي بيقبضوا بالملايين دول يا ريس لازمتهم ايه؟ يا ريس اقسم لك بالله العلي العظيم انا اكلت من الزباله يا ريس، راجل محترم، واول مره اقول الكلام دوت، وعيالي لما شافوه او لما هيشوفوه هيستغربوا ان انا قلت ازاي كده. انا اكلت من صفيحه الزباله يا ريس وانا ماشي في الشارع. يا ريس انت مش حاسس بالناس اللي بتئن في الشارع يا ريس؟ لو في 20 مليون حواليك من جيش وشرطه والموظفين والوزراء واهليهم وقرايبهم والناس اللي عايشين في الكومباوند عايشين مفخفخين، واللي نقلتهم من الحضيض وحطيتهم في شقق، كل دول مستفيدين منك ومتمتعين في خيرك اللي هو اصلا من خيرنا يا ريس، انت ما دفعتش حاجه من جيبك، انت جيت قلت انا متبرع بنص مرتبي ونص ثروتي عشان خاطر مصر. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ الاسعار وصلت زي ما انا وصلتني كده، الاسعار وصلت الى درجة رهيبة، علبة الكشري الوسط باربعين جنيه، علبة الكشري الوسط باربعين جنيه، علبة الكشري الكبير بخمسة واربعين جنيه. انا عارف ان في ناس هتقولي ده في اغلى من كده، علبة كشري صغير بتلاتين جنيه، كشري بالكبدة بخمسة وستين جنيه، اللي تحت دي ايه؟
الاثنين اللي تحت بقى دي ايه؟ مش ما عندكش يعني. تخيل انا والله العظيم النهارده في اللايف على قناتي ناس قالت لي اسعار اكتر من كده بكتير، فنعمل ايه بقى؟ ده 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 سمنه الهانم، الهانم تقريبا، انا تقريبا الهانم اللي هي سمن صناعي. اصل انا من الجيل يا حضرات اللي حضرت اللي يجيب سمن صناعي خبيه، يعني حضرت ده جدا. حضرت لما كنا نجيب، لما حد يشتري سمن صناعي يقول لك ده بياكلوا سمن صناعي. علبه الهانم سمن صناعي وصلت لمرحله سفله، بس انا بحاول اجيب اهي جبتها. سمن الهانم 350 جرام 12 عبوه 445 جنيه. سمن الهانم 560 جرام 6 عبوات 428 جنيه. اللي هو يا جماعه سمن الهانم 4 كيلو 25 ب 418 جنيه. انا عمال اسمع اسعار اهي اللوحه عندك اهي، عشان بس ما حدش يقول لي جبتها منين ويقول لك صحيح مصر وحاجات كده. اهي يا عمي اللوحه اهي، خد السمنه غلت اهي، ارتفاع سمن الهانم. خش يا معلم، خش عليا، خش تعالى نلعب تحت الدش. اتفضل يا عم، دي اغنيه شعبيه عشان بس ما حدش يقول لك بيقول حاجات قبيحه وحاجات دي. دي اغنيه شعبيه بتغنى في الافراح والليالي الملاح. يا جدعان الاسعار وصلت عند الناس، الاسعار بقت جريمه. في جرائم بتحصل يوميا في حق الشعب المصري في الاسعار، وهو يقول لك الداعي للياس هو الخائن سواء. ده انت خونت ثلاث ارباع الشعب يا عبد الرحيم. تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تسوي ايه يا عبد الرحيم؟ ده انت خونت ثلاث ارباع الشعب كده. اللي هيكلم خاين، اللي هيشتكي من الاسعار خاين. يا جماعة رغيف العيش بقى باتنين جنيه، ما القرص الطعمية بقى باتنين جنيه، ده في الأرياف. يعني ايه؟ كفاية إنجازات. طب نعمل ايه بقى في القصة دي؟ من عمرو أديب إلى مراته الأستاذ لميس الخميس، خميس الحديدي، صاحبة نظرية مش قد الشيلة، ومعاها أحمد موسى برضو في لحن رابع بقى. ما انت خدت لحن إنك خاين لو اتكلمت، إلى لحن نسجن الخاين اللي يتكلم، إلى لحن الأمنيات الكاذبة، ثم بقى دخلنا في لحن اللي هو الاستقرار. الاستقرار ولا الدولار؟ ناكل ولا نبدي بلدنا؟ ما ده قالها السيسي من كام سنة كده. النهارده بقت إيه بقى؟ نظرية استقرار ولا الدولار؟ تاخد إيه؟ طبعا الاستقرار أهم من الدولار، ولا هتخربوا البلد. دي المقطوعة بقى اللي متاخده من سمفونية السيسي امبارح لما طلع هدد بالفوضى وقال لك ان الصومال قعدت 30 سنه. فاول ما السيسي قال السلوجان ده راحوا طالعين بقى الازمات. اسمع بقى يا سيدي اتفضل. وقال ان الدول عندما تتعرض لموجات من عدم الاستقرار فهذا امر ياخذ 20 30 سنه كي تعود الدول. فالمشاكل يمكن مواجهتها، ولكن حاله عدم الاستقرار تؤدي الى انهيار الدول. وتخلي بالك وانت رغم ازماتك دي بيحرض عليك، ما هو بيستغل ازماتك عشان يحرض عليك تاني. طب انت عمال تبني وعمال تشتغل وعمال تتحمل، هتسيبه كمان يقعد يخرب تاني في البلد او يحرض تاني على البلد؟ لا، ناخد بالنا، كل واحد فينا ياخد باله من اللي بيحصل حواليه، وشوف الموضوع اكبر، الصوره اكبر. الصوره مش كيلو بصل وكيلو عدس، لا، في بلد، في دولة، في ناس مش عايزاك اصلا تقوم. طب انت صامد الحمد لله، وصابر الحمد لله، ومتحمل الحمد لله، وواقف مع بلدك الحمد لله. طب لما يبقى عندها أزمة أتحمل ولا أعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ تتحمل إنه الأسعار تبقى سندوتش الفول كده ولا سندوتش طعمية ب 12 جنيه؟ إيه القضية؟ أول مرة تشتريه كده يعني؟ هاته هنا كده الله يخليك، بدل وش الباذنجان ده. سندوتش فول بزيت الزيتون، ما تعرض يا عم الله يكرمك. فول سلطة خضراء سلطة الطحينة زيت زيتون ب 12 جنيه العدد واحد. شوف الساندوتش قد ايه؟ ده تاكله وتجوع.
ده السندوتش ده تاكله وتحس بالجوع. انت حاسس بالجوع؟ لا انا شبعان. خد لك سندوتش تحس بالجوع ب 12 جنيه. اللانشون ال 250 جرام لانشون فلفل ب 75 جنيه. 250 جرام لانشون فلفل. انا رايي ان اللانشون ده زباله يعني، بس اوكي حتى الزباله بقى ليها سعر. انا جايب لك من ابلكيشن. نعمل ايه بقى؟ يعني يعني الربع ب 75. ربع ايه ل 75؟ يعني الكيلو، الكيلو ب 300 جنيه، كيلو شلانشون ب 300 جنيه، 300 جنيه. في الوجه الديني بقى العكر خالد الجندي يطلع يقول لك نقلل استهلاكنا، ده على اعتبار ان الشراء بتاعنا مقطع بعضه يعني، بلاش نخزن في البيوت، ده على اساس ان احنا كنا بنخزن اصلا. ادي خالد الجندي، نقلل استهلاكنا الى اقصى درجه ممكنه. ايوه نعمل ايه بقى؟ وما نخزنش، وبلاش فوبيا التموينيه دي يا راجل. قال لك اول مصحف، تخيل ما نخزنش. خالد الجندي بيقول لك انه الشعب، الشعب لازم يتعاون مع الحكومه. روح عندك بعتها لك دلوقتي. الشعب لازم يتعاون مع الحكومه. هات اللي بعتها لك دلوقتي كده، كنت هقول اتكلم عنها النهارده. لا الشعب لازم يتعاون مع الحكومه في ابص بص بص بص. الشعب لازم يتعاون مع الحكومه ونقلل استهلاكنا لاقصى درجه ممكنه في شراء السلع، تكون متعقلين في شراء السلع، وبلاش نشتري ونخزن وتحول بيتك الى مستودع. يا ربي مستودع، ده ايه السفاله دي؟ مستودع. من ناحيه تانية رجع الديه يكلمنا عن ايطاليا اللي هتبيع شركه البريد الحكوميه، يعني احنا مش هيكون احسن من ايطاليا. اسمع الديه بيقول ايه. اول ايطاليا تدرس بيع 20% من شركه البريد الحكوميه. يا الله، لو احنا قلنا شركه البريد المصري هنبيع 20% منه الدنيا هتتقلب علينا، يقول لك هتبيع البلد. ايطاليا، ايطاليا بتدرس دلوقتي بيع 20% من شركه البريد الحكوميه الايطاليه، وده زي ما صحيفه لريبابليكا الايطاليه قالته الصحيفه اليوميه. وفي موضوع، في مشروعات تاني يعني، الصفقه هتصل ل 2.5 مليار يورو، حوالي 2.7 مليار دولار، وده جزء من خطة رئيس الوزراء جورجينا جورجيا ميلوني لبيع حوالي 20 مليار يورو، حوالي 21 مليار دولار من أصول الدولة بحلول عام 26، دون أن تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات. لكن هو ما قالكش الصفقة دي اللي لسه بتدرس بكام؟ ب 2 مليار. ال 20% ب 2 مليار و700 مليون، ما قالكش. ما يعني ما يقفش عند دي. احنا بعنا فنادق، احنا بعنا فنادق، كان عندنا شقلة فنادق كده بعناها بأقل من كده بمراحل، بعناها لهشام طلعت مصطفى. يعني احنا كان عندنا يعني في، يا جدعان بجد والله العظيم، يعني كان في 3 4 فنادق كده بعناهم كده لطلعت مصطفى بأقل من البريد الإيطالي، ال 20% بتاع البريد الإيطالي. إذا عزيزي المشاهد، الألحان مرتبكة والنغبات متلخبطة، وبين نغمة اليأس خيانة إلى التهديد بالحبس إلى مقطوعة الأمنيات العبيطة بالفرج القريب، ثم اللحن المزعج بين الاستقرار ولا الدولار، وطبعا أنت السبب، أنت السبب بتوزيع ديني، وصولا إلى، أنت السبب لأنك أنت بتخزن، أنت بتشتري وتخزن يهبل، وصولا بقى لأنه مفيش حل غير البيع. بنبيع زي إيطاليا ما بتبيع كده، لكن بعيد عن الطبل والزمر، فالواقع حاجة تانية خالص.